أحسن الله إليكم. يقول ما صحة حديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم؟ الحديث صحيح، وظاهره أن غسل الجمعة فرض واجب، والواجب ما يعاقب تاركه ويثاب فاعله، ولكنه يخصصه قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة، أو يبينه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة، من اغتسل يوم الجمعة فالغسل، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. بين صلى الله عليه وسلم أن الغسل أفضل من البقاء من الاقتصار على الوضوء، دل على أن الاغتسال ليوم الجمعة غير واجب، ويكون معنى قوله واجب على كل محتلم أي متأكد، أي مستحب وسنة مؤكدة.